انا سامع انتم محضرين حاجه عنيفه. يعني احنا اول حاجه لرمضان اللي جاي ان شاء الله مع شركه نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن اللي هي ياسر خليل، عندنا مسلسل اذاعي لاول مره نعمل مسلسل اذاعي لرمضان. انتوا الاربعه مع بعض؟ احنا الاربعه مع بعض، هيبقى مسلسل اذاعي ودي اول مره نعملها يعني. بس احنا عاملينه بفكره كده، فاكر مسلسل زمان كان بيجي في الاذاعه اسمه اغرب القضايا؟ ايوه. اللي هو انت بتسمع، مش قصدي ان احنا نعمله ان احنا غامقين قوي كده، لا بس انا قصدي يعني حلقه في جريمه بتحصل، في حاجه بتحصل. تعال تعال نشوف الكواليس بتاعته عامله ازاي. يلا. انا مش معزز، ما فيش حد هيمشي، هنتفرج كلنا، هنتفرج كلنا. يا استاذ احمد كبير هتبصم علينا ولا ايه يا عم عزو؟ انا اصل ده انا خمس تزر كراسي من بتاع الفراشة، انا قاعد في الماتش ده وده بقى ده اخرى. انا اصل ده انا مؤجر خمس تزر كراسي من بتاع الفراشة، انا قاعد في الماتش ده وده بقى ده اخرى. انا الطلب التاني معاك خلاص خلاص يا جماعه، الراجل حلف بالطلاق، خلينا قاعدين شويه. يعني الحمد لله ان هو اذاعي بالظبط، ما يشوفوش التمثيل ده. الحمد لله اذاعي كان هيدمر تاريخه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.